مجموعة بعنوان آثار الغواية. ها هو الآن منتشيا وبوجه تملأه العظمة كمحارب يوناني قديم يزاحم من سبقوه إلى الموت. همدت خطواتك على هذه الأرض أيها العابث، كيف وضعت البيض كله في سلة واحدة؟ أي مقامرة لعينة تورطت بها؟ لقد أتلفت فرصك الشحيحة للحياة. آدم يا أبي، كلانا طردنا من الجنة للأرض اليابسة، أنت من السماء ذلك الرحم الواسع إثر خطيئة لم ترتكبها، أما أنا من رحم انقبضت علي جدرانه حين أحس بعدم رغبتي في الخروج، ولا أدري بأي ذنب طردت. هنا لسنا وحيدين، حيث الحزن لا ينتهي أبدا. لقد تعرى النهار من ألوانه وعم البكاء الذي ما أن وصل للسماء وجد الندم. حتى وإن كنا عظماء وهائلين، فإننا نجري باتجاه الموت ولا نحيد. أنا ابن هذه الصحراء، أعلم جيدا متى تهب الريح وأختبئ، وأعلم متى علي أن أسلم نفسي لها بلا مقاومة. لا شيء سيئا سوف يحدث إن أنت نمت قليلا وتركت العالم يتصرف كما يحلو له كطفل صغير. ما الذي أحتاجه الآن غير أنه لا بد من فتح نافذة في هذه الغرفة، الغرفة التي بلا نوافذ تماما وتشعرك بأن الليل يستمر ويستمر. غني واملأ حنجرتك بالغناء، واصدح كما بلبل فك أسره للتو ويشتاق إلى ذلك. هناك دائما شيء ليثبت، وليس هناك أهم من أنك قادر على الغناء. كيف أكون المسيح وأنا لم أستغفر لذنبي إلى الآن، وما زلت أحتفظ بنقطة سوداء في قلبي لمواجهة الوحوش؟ كنت أحمقا، كل النهايات لم أحسن الوداع فيها، كنت أتسلل من الباب الخلفي قبل أن أنهي الأمور كما يجب، وكنت دائما كطفل ينسى آلامه ونهاياته البائسة حين يلبس ثوبا جديداً.